بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده عن ابو العريف، ابو العريف وام العريف. طبعا ابو العريف ده سواء راجل او ست هو اللي عارف كل حاجة، يعني في اي موضوع بنتكلم فيه، مجموعة بتتكلم فيه، هو اللي عارف كل حاجة. طبعا ابو العريف ده او ام العريف ده عادة بيكون شخصية نرجسية. الشخصية النرجسية دي من أصعب الشخصيات في التعامل، اللي هو شخصية محورها أنا الذات. لو قلنا مثلا النهاردة الجو جميل، نطلع نتمشى حلو، يعني يقول أنا شايفة، أنا حاسة الجو جميل النهاردة نتمشى. العادي هيقول لك الأكلة دي حلوة، جميلة جدا، مين اللي عملها؟ أبو العريف النرجسي بقى هيقول لك أو هتقول لك انا عملت زيها قبل كده وطلعت احلى، مش شرط تكون احلى يعني، بس هتقول كده. العادي مثلا نقول الفيلم ده هايل، انا شفته قبل كده وعارف كل اللي حصل فيه ومش عارف ايه. لازم تلاقي فيه انا، في احساس انا عملت احلى، انا عملت كده قبل كده، انا عارف، انا فاهم، انا شايف. انا فانا دي بتبقى نرجسية، وطبعا هيطلع غالبا في حتة أبو العريف. أبو العريف ده مشكلة، طب إزاي نتعامل معه؟ هو المشكلة لو حد قريب منا، إن إحنا نبقى مضطرين نتعامل معه. يعني لازم أول حاجة برضو هتكلم على التربية، إن في التربية لازم نعلم أولادنا لما يكبروا شوية كده في ابتدائي كده، إنهم يطلعوا بره أنا اللي هو الأطفال بيقولوها دايما. يطلعوا بره أنا بتاعت الأطفال دي، وشوية شوية لغاية لما يوصلوا لسن المراهقة يكونوا بطلوا حكاية أنا حاسس، أنا شايف، أنا اتوجعت، أنا اتألمت، أنا حسيت، أصل الكلام حسسني، أصل الكلام مش عارف، أصل مش عارف إيه ضايقني، أصل إيه ما اسمعش كلامي. وبعدين تلاقي كده أبو العريف والنرجسية بيحبوا ينصحوا كتير جدا، حيرين يعني، بيقروا الناس نصايح على طول، نصايح نصايح نصايح، في أي حاجة تلاقي خبطوا نصيحة على طول اللي قدامهم نون ستوب، ما بيبطلوش ينصحوا الناس. فطبعا التصرف ده يعني لو الانسان فهم او حد فهمه ان كده لازم الواحد يتغير، ممكن يجيبوهم كتب يقروها يتغيروا، ممكن يروحوا ياخدوا كورسز تطورهم ازاي يعملوا حوار غير نرجسي ويطلعوا بره النرجسيه. لكن الناس القريبين منا لازم نفهمهم، لازم نقول لهم ان اسلوب الكلام بتاع انا حسيت، انا عارف كل حاجة، لازم يا برضو هدنا شوية نفهمه. زي بالظبط كل قاعدة تلاقي واحد اي حاجة بنقولها روح فتح الجوجل تك 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 عشان هو عارف، اصل كده حصل، اصل كده مش عارف ايه، كل كلمة بتحصل في القاعدة يفتح جوجل عشان يبقى هو اللي عارف. هي مشكلة طبعا لو حد في دائرة مش مهمة بالنسبة لنا قوي يعني هنتجاهله، يعني ده اكيد. التجاهل هنا ولا النقاش هي قاعدة الاولى. ماشي، كويس وخلاص، فعلا انت صح وخلاص، ونقطة من الموضوع انك مهما اتكلمت مهما عملت هيتقلب بمشاحنات. يعني انت لو جالك حد ابو العريف ده قال لك رأي ولا فتى فتوى بتوعه لان انت ناقشه فيها، هتندم ان انت فتحت الموضوع للنقاش، لانه مش هيبطل يثبت ان هو صح والتانيين غلط، مش هيبطل، وممكن الموضوع يقلب شخصنة اكتر وتتحول بقى لغضب، والغضب بتحول لحاجات تانية. فهو من أساسه كده لما تقابل أبو العريف تجاهل كلامه، طنش كلامه كده، كبر دماغك، كبر الجمجمة كده يعني. طيب لو بقى أبو العريف قابل أبو العريف، فممكن بقى يا إما يبقوا أصحاب يا إما يترقوا في بعض. طب لو مديرك أو مديرتك أبو العريف بقى، ولو مديرتك نرجسية بقى، أنا اللي عملت كده، أنا اللي بنيت الشركة، أنا القيمة كلها وأنتوا الرعاة، أنا مش عارف إيه، ده بقى يعني هتبقى حياة عذاب. عشان مدير أو مدير يفهم إن هو يعالج من النرجسية بتاعت أنا، وإن في حاجة اسمها تيم وورك وليدرز، وبيبنوا جروبس مش يقولوا انا اللي عملت، انا اللي بنيت. فمشكلة كبيرة جدا، وغالبا الناس اللي عندها
يعني البروفيشنال جامد قوي 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 مش هيهمهم، بس they will look for another place، يعني اكيد هيدوروا على مكان تاني للعمل. الناس الاقل بروفيشنال ممكن يكبروا دماغهم، الناس اللي مش بروفيشنال هيخضعوا، هتقول انا هيسقفوا، انا عملت وانا سويت، هيسقفوا ويشكروا وحاجات كده كتير قوي. فطبعا ابو العريف ده قلب الدماغ جامده جدا على الفاضي، وممكن يفضلوا يتكلموا ما يدوش وقت اللي قدامهم يتكلم. يعني ممكن انت تسال سؤال كده بروح ان انت بتخلي القعده فيها كلام بدل ما قاعده مكتومه ما فيهاش كلام، وتروح سال سؤال كده مجرد يعني ناس تتكلم وتدردش. شويه تلاقي ابو العريف ده نون ستوب كلام ما يبطلش، بعد ساعه من الكلام يقول لك ما انتوا اللي سالتوني، يعني هتركوا دماغكم. فخدوا بالكم ان انت لما تلاقي ابو العريف في حياتك، تلاقي شخصيه نرجسيه في حياتك، لا جدال لا مناقشات، لازم تعمل كوبري، لازم تكبر تسمع من هنا وتطلع من الناحيه الثانيه، لكن عمرك ما تخش في مواجهه مع حد ابو العريف او حد نرجسي مهما حصل، بالذات لو يكون حد انت كبير وكبار يعني بتتعامل مع بعض. لان انت لو جيت لحد كبير بتقول له انت نرجسي عندك ايجو منفوخ جامد، يعتقلب بمعركه، مش هيبقى حوار ابدا. هتبقى ازاي انت تنتقد الذات العظيمه دي يعني، والاحساس المنفوخ ده بتاع الشخصيه دي ازاي تقرب له؟ فلا يعني هم لو الناس دي مسكين يعني لو لهم المرض ما حدش لفت نظرهم وهم صغيرين ان هم يبقوا احسن ويتطوروا، تبقى مشكله جدا في التعامل. فخدوا بالكم نظام الكباري في المعاملات مهم جدا، سواء مع ابو العريف، سواء مع الشخصيه النرجسيه، سواء مع الدكتاتور لو عندك مدير دكتاتوري، او لو عندك حد في حياتك دكتاتور، على طول كباري كباري كباري. غير لو الشخص ده او الشخصية دي قريبة جدا من حياتك، فدورك بقى للأسف الشديد ان انت تعالج او تعمل مواقف فيها ان الطرف الاخر يفهم ان كده غلط بالراحة، لو ما كانش بالراحة هتقلب نكد عميق. فلازم بالراحة تخلق موقف، تخلق جملة، تخلق تحكي حدوتة عن حد حصل له موقف كده مشابه، وتقول كان كذا فحصل كذا وتأثره كذا، ان انت تعرف تعالج مشكلة النرجسية ومشكلة ابو العريف دي بالهداوة. لو انت عايز العلاقة الحميمية، الصداقة الجامدة، العلاقة الاسرية الجامدة تعدي من غير مشاكل، ما تقدرش تنتقد وتقول له اصل انت بتعمل كده، اصل انت بتعملي كده، اصل انت بتعمل كده، لان اصل انت دي انت عدوانية على طول. فلازم تكون بهدوء، لو في علاج لازم يكون بهدوء، بالكلام، بالامثله، بالصبر. غير كده بقى خلاص الشخص ده مش انت مش قادر، اطلع بقى من العلاقه الحميميه طلعها. بس مشكله بقى مثلا لو حد قريب جدا ما تعرفش تطلع منه، ده مشكله. ربنا يحفظنا كلنا ان شاء الله، نعدي بسلام. خلينا نذاكر. شكرا.